معاكم اليوم يا جماعة مقطعنا الفكرة المجنونة اللي كثير من اليوتيوبر سووها، بس اليوم راح اسويها بطريقتي الخاصة. اليوم مع الشباب الطيبين 15 واحد يا جماعة بعد دائرة 3-2-1 اي واحد يطلع من الدائرة. ما تقدر تقعد، ما تقدر تشرب، ما تقدر تاكل، ما تقدر تروح حمام ولا اي شيء، اي شيء تبي تسويه لازم تطلع من الدائرة. ابى اصلي. انت بتصلي؟ ما نقدر. للبيع حبيبي. جماعة في اكثر من كاميرا بكل زاوية، حتى تحت رجلكم في كاميرا قاعدة تصور. اذا رجلك بالغلط طلعت برا الدائرة، يعني انت الان ها انت برا، حقك ما يضيع. اسمع انت يا قول ابو فلا ابو زين، اللي اخر واحد يطلع من الدائرة يا جماعة والله راح ياخذ 50. جيب لي اسد ما اطلع. لا هذول قاعدين يتمسخرون. هذول حسن تستاهل يا ولد، مستاهلين يا ولد الحين، قسم بالله مستاهلين يا ولد، ولا كانه في تحدي. يلا هذه اول 5 دقائق 10 دقائق، خلاص شوف شو راح يسوون بعد 3 ساعات ربع ساعه. حرام صح. يلا خلهم دقيقة، شو قاعد يصير؟ أي شيء؟ شوفكم مستأنسين مرتاحين. يعني أنا عم بسوي يعني. سؤال وجواب. شوف سؤال وجواب دقيقة، سؤال وجواب. ما تحس ما قاعد تحسوا بالحر؟ والله حار. حار حار بس شو سووا بعد؟ 50,000 دولار. بس تمام عندي الموضوع عطفي. ها؟ ها؟ لا لا يا تعال شباب في حريقة تاخذ في حر. شباب في حر، شباب يا في حر، شباب في حر يا ولد، في حر يا ولد، ها يا ولد في حر يا ولد، يا ولد بعد اشوفهم يا ولد كيف يا ولد في تحت 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 يا ولد انا تغبرت انا يا ولد بعد موتتهم يا ولد طيبة والله ما طيبة. ايش اشكالهم يا ولد؟ انا انجبرت استخدمها لان اشكالهم كانت نظيفة. هاي هي صاملين صاملين ابلع حتى الخمسين. والله غيرت جو، غيرت جو. لا يا حسن لا، ايش قاعد تسوي؟ قاعد يمزحون معاي، قاعد يمزحون معاي. اوكي من بعيد. اوكي يا جماعه الفكره كالاتي، اي واحد راح تجي عليه الطلقه راح يعتبر انه طلع من الدائره. اي واحد تجي الطلقه يعتبر طلع من الدائره.